يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يؤخر الصلاة لأجل مشاهدة كرة القدم يكون قد قدم محبة غير الله على محبة الله؟ بلا شك، بلا شك أنه قدم محبة الكرة مشاهدتها على الصلاة، قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله. نعم. ويقول إكمال السؤال، يحكم عليه بذلك أنه قد كفر كفرا مخرجا من الملة؟ لا، ما يحكم عليه أنه كفر كفرا مخرج من الملة، هذا عليه الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الخطاب هذا خطاب للمسلمين الذين تأخروا عن الهجرة، تأخروا عن الجهاد، عتاب لهم، أليس هذا يقتضي الكفر؟ نعم، لكنه نقص في الإيمان. نعم.